وأنت في طريقك إلى واحة سيوة، أول ما يجذب انتباهك تلك القلعة الشاهقة أو قلعة شالي الأثرية، والتي أقامها سكان الواحة القدامى من مادة الكرشيف لصد هجوم القبائل المتنقلة عبر الصحراء. قلعة شالي الأثرية بتمثل واحدة من أهم المواقع الأثرية اللي موجودة في واحة سيوة. احنا بنتكلم هنا عن عمارة الكرشيف، العمارة المتميزة اللي بتشتهر بها واحة سيوة. والكرشيف عبارة عن مادة ملحية مختلطة بالرمال والأتربة، بتكون لي حجر له خصائص معمارية متميزة. ان هو لما بنبني اي منشأة بالكرشيف بنلاقيه في عز الصيف في نسمة الهواء الجميلة، وفي عز الشتاء بنلاقي فيه الدفا. قلعة شالي تعني باللهجة السيوية البلدة أو المدينة. شوارع عبارة عن أزقة ودروب ضيقة لتأمين أهل الواحة. المدينة كان ليها سور كبير للحماية والتأمين، كان ليها باب رئيسي اسمه الباب انشال، يعني باب المدينة. البداية المدينة اتعمل لها مدخل واحد فقط ويسمى الباب انشال، وترجمتها يعني باب المدينة. ثم بعد ذلك مع تطور العمران اتعمل باب آخر سموه الباب الجديد، ثم باب ثالث اطلق عليه باب السيدات. يحيط قلعة شالي التي اقيمت على ربو عالية سور مرتفع البناء له مدخل رئيسي يسمى باللغة الأمازيغية التي يتحدث بها أهل سيوة الباب انشال، كما يوجد الجامع العتيق وهو من أقدم مساجد شمال إفريقيا. احنا في سيوة بنتكلم اللهجة السيوية، واحدة من لهجات اللغة الأمازيغية. قلعة شالي اتبنت في نهايات القرن ال11 أوائل القرن ال12 الميلادي، والهدف من بنائها هي حصن منيع اختاروا أهل واحة سيوة في الربوة العالية عشان يأمنوا نفسهم جوا القلعة. مساحتها حوالي 11 فدان. أهم ما يميزها ان هي كانت مجتمع سكني منسجم، وكان بيعتبر الأسرة الوحدة. يتميز المسجد العتيق بطرازه المعماري الفريد، حيث يقع على مساحة مستطيلة مقسمة إلى 3 بلاطات موازية لجدار القبلة بواسطة 6 دعامات ضخمة أسطوانية الشكل، وسقفه من جذوع النخيل، وله بابان أحدهما في الجهة الغربية والآخر بالجهة الشرقية، وللمسجد مئذنة ضخمة تتشابه مع مآذن المساجد في المغرب والأندلس ذات طراز الصوامع. المسجد العتيق مبني سنة 500 هجري ومساحته حوالي 100 متر مربع. كمان عندنا مسجد مقبل أو المسجد تطندي اللي هو موجود في الجزء الجنوبي الغربي من قلعة شالي، وده مبني سنة 600 هجري. المكان ده من أقدم الأماكن الأثرية وكده في سيوة، وسيوة فيها سياحة كتير متنوعة، إن هي سياحة علاجية وسياحة فرعونية وسياحة سياحية. وتستطيع من أعلى القلعة رؤية بانوراما كاملة لواحة سيوة، سواء البحيرات أو مزارع النخيل التي تشتهر بها الواحة. 12 قرنا ولا زال هذا المكان يقف شامخا ليدل على عراق التراث وموروث سيوة في حربهم ضد الغزاة. من قلعة شالي الأثرية، أشرف مبارك لبرنامج مراسلو النيل.